نصيب يمكن يعني. يمكن اجي لك كمان موضوع الاصابات، انت افتتحتها السنه اللي فاتت ما شاء الله، ويمكن قبليها كمان، بس احنا تابعنا معاك وشفنا قد ايه انت اتألمت وقد ايه انت جيت على نفسك. يعني ما شاء الله عليك، انت عليك يعني ليك مكانه كبيره جدا جدا عند جمهور النادي الاهلي. ربنا يخليك. والله موضوع الاصابات يعني بحاجه بتاعت ايد ربنا يعني، مش بايدينا حاجه. المهم نتغلب عليها ونتحداها ونقدر واحده واحده نرجع. طبعا بشكر ناس كتير وقفت معايا، طبعا مجلس اداره المجهود السنه اللي فاتت والسنه دي، وطبعا الجهاز كله، دكتور هيثم وقف جنبي، وفي ناس كتير وقفت جنبي، انا بشكرها جدا. واهم حاجه في تحدي بينك وبين الاصابه عشان تقدر ترجع احسن من الاول. ما حصلش كده لحظه قلت لا واحسن؟ اول ما اصطدت، اول ما اصطدت في الاوضه قلت شكلها كده خلاص وبتاع، وفي ناس قالت لي لا ما اعرفش ايه، لا واحده واحده، وتحديت، وكنت نفسي ابقى مستواي احسن من كده. لا بس اقول لك على حاجه، ما شاء الله والله، يعني انا اكلمك بامانه، ربنا يحميك، انت راجع بدنيا شكلك احسن من قبل ما تتصاب والله. يعني انا شايفك داخل عليه ما شاء الله، ما بقولكش الكلام ده، احنا راضيين وعارفين لما نخش علينا لعيب نقول ده فورمه بامانه. كابتن طب ممكن اتدخل في الموضوع ده؟ اتفضل. يعني هو دلوقتي سافر المانيا، هو لعلمك لسه ركبته فيها زي كيس دهني كده ولا حاجه بيورم. المهم يعني قال لي الدكتور، قال لي 50% 50%. انا قلت له في التليفون انا مش خلاص، انا مش هعمل حسابك، انا يهمني سلامتك قبل اي حاجه. برافو. قال لي لا انا هشارك، يعني هشارك في البطوله. وجالنا من المانيا على بولندا على المعسكر على طول. الولد يعني بمنتهى الامانه انا بشكره جدا، اتحمل على نفسه. وحتى في جيت في بعد ما شكري اتصاب وعبد العالي اتصاب وقطب اتصاب، قلت له شكلي كده هتقل عليك في قبل النهائي والنهائي. هسند عليك شويه وحصل. لا وعلى فكره بعد اصابه قطب ونزل لعب، لعبت في مركز 2 تقريبا، مركز 2 وقفلت. هو كابتن ميلو ما كانش راضي ينزلني، لان انا حاسس بيه، انا حاسس ان هو يعني قطب جاله يعني وقع، وهو وقع في نفس الحته. فقلت لعبد الله بعد ما قلت له سخن، نفس المكان نفس المكان قلت لعبد اللطيف اسخن انت عشان ايه تنزل مكان، هو راح قال لي لا انا هنزل، ونزل وجاده والجيم خلص يعني والحمد لله. انا بقول لك انت ليك معزه كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي، بقول لك وخلي بالك المكسب بيجي من هنا. يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى كرمنا كلنا عشان خاطرك، ما تعرفش، لان انت ضحيت ودوست على نفسك وربنا كرمك. اكيد تعب كتير، مش ليا انا بس، وزمايلي والجهاز وكابتن ميدو يعني ما بيغيبش، والجهاز والمدربين ودكتور هيثم بيقعد معانا بالساعات. والله احنا يعني أنا عارف مش مجامله، الدكتور هيثم يعني بجد احنا بنقرفه يعني بالبلدي كده، احنا بنقرفه بنطلع عينيه ما بينامش تقريبا يعني. طبعا اكيد. فالحمد لله اكيد كل ده يعني ربنا مجهود بنعمله كلنا، وربنا بيديهولنا ان شاء الله بمكسب. يعني يمكن انت اكتر واحد لما قطب وقع يعني اتخطفت، لانه انت ممر السنه يمكن على اصابتك وفي نفس المكان وفي نفس المركز وبنفس الطريقه تقريبا، حسيت بايه؟ والله انا شفت رجليه، هي يعني خانته تقريبا، شفتها بتروح وتيجي كده، فانا وقفت يعني. بس اهم حاجه رحت له عشان اتكلم معاه عشان اشوف الالم نفس الالم اللي كان عندي وبتاع. حسيت اللي هو اقل شويه، بس هي على حسب النزله او حسب القوه النزول على الركبه عامله ازاي. ان شاء الله تبقى ابسط مني ان شاء الله، ويرجع لنا باذن الله سالم غانم باذن الله احسن من الاول. طب قول لي يعني لما ابتدينا الموسم، انت كلاعب ولاعيب كبير ونجم في الفريق، كنت تتوقع ان احنا نحقق الانجاز ده، يعني ناخد دوري بالمنظر ده وناخد الحمد لله بطوله افريقيا، وباذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله الكاس، يعني كنت حاسس بده ولا كنت حاسس ان ده صعب؟ الاهلي منافسه، لا لازم ندوس على نفسنا، لازم نرجع، يعني حسيت الطريق سهل ولا لا محتاج شغل؟ والله بتبان في الماتشات والفرق والمجاميع، بالنتائج بتبان، كل فرقه لما بتاخد منها شوط او بتكسب 3-0 وبتاع، ده بيبقى حافز ليها اللي قدامه، وبيبان الفرق القويه. صح. كل الناس بتسمع بسم الله ما شاء الله، احنا ما كانش عندنا اي مشاكل في فرقتنا الحمد لله، وكلها كانت بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني في مستوى كويس جدا، وكسبنا 3 ارباع يعني 90% او 95% في الماتشات بتاعه 3-0. فطبعا كان ناتج ما فيش الا كان ماتشين الزمالك بس، الماتش الاولاني تعقرب بس شويه، والحمد لله بخبره اللعيبه قدرنا نخلصه. والماتش الثاني كل الفرق الحمد لله كانت بالنسبه لنا المستوى باين مع الماتشات. بالظبط، باين ان احنا الحمد لله على رجلينا قادرين، فرق المستوى بقى ماتش بعد تاني بتحس بثقه، الفرقه بتاخد بقى الثقه بتاعتها. كلام حضرتك صح بالظبط. ونفس الكلام في افريقيا، بيتهيألي ده حصل. طبعا حسينا ان احنا اعلى، وشفنا الفرقه الثانيه، وكمان الفرقه التونسيه ما جاتش. والله يعني حتى انا كنت بتكلم على الفرقه التونسيه ما جاتش، هي عارفه طبعا لو دخلت صاله نادي الاهلي ومع لعيبه نادي الاهلي، وطبعا شكري يتكلم علينا في الموضوع ده عشان احنا كسبناهم، فمعلش يا شكري. في ارضهم السنه اللي فاتت في الافتتاح البطوله. يا جماعه الناس اللي عارفين هو قادم اعاره سنه للنادي الاهلي طبعا، وهو نور النادي الاهلي يعني الحقيقه، من اللعيبه يعني لكل الناس حبتها
فورا يعني جول النادي الاهلي. لا هو لعيب كويس جدا بسم الله ما شاء الله عليه، لعيب فولي بول، الناس اللي يعني ليها في الفولي قوي تفهم من غلطاته قليله في الملعب، مفيد جدا. قلنا الكلام ده في الاستوديو، قلنا ما تحسش بيه والله العظيم في الملعب تلاقيه لو شلته من الفريق لعيب محوري، لعيب محوري بيتقال عليه لعيب محوري، فبيعمل كل حاجه صح، وبنسبه يعني الليفل بتاعه بيبقى كويس جدا في الماتشات يعني.